تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة أمس الاثنين 13 يونيو من توقيف 3 طلاب يبلغون من العمر ما بين 20 و 23 سنة يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية. وأفادت بعض المصادر بأن مصالح الأمن الوطني بطنجة كانت قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم واستدراجهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة. وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهم أسفرت عن حجز 4 أجهزة من نوع في برو مرفوع مقابل 3 سماعات دقيقة لاسلكية إضافة إلى 8 واجهات للأجهزة نفسها علاوة على 59 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية ومجموعة من الشرائح الهاتفية و25 حاملة شرائح تستعمل في عملية الغش وهواتف نقالة. وتم إخضاع 2 من المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر في حين يتابع الطالب الثالث في حالة صراح.